في خطوة تهدف لمساعدة الأطفال الذين يعانون الفقر والجوع في الأردن، أعلن برنامج الأغذية العالمي عن توفير وجبات لطلاب المدارس بالتعاون مع جمعيات خيرية أردنية وربات بيوت لمساعدة المحتاجين. فكرة التغذية المدرسية جاءت لعدة أسباب، منها اللي هي الشغل المهم في وزارة التربية والتعليم هي منع التسرب الأطفال من المدارس بسبب الحالات الفقر اللي موجودة، لأنه البرنامج التغذية هذا بالتعاون مع منظمة الأغذية العالمية هو برنامج لدعم المدارس التي تكون في المناطق الأقل حظاً. برنامج الوجبات المدرسية يهدف إلى الوصول إلى المحافظات التي تعاني الفقر في الأردن من خلال مشروع التغذية المدرسية الوطني، ويساهم هذا المشروع أيضا بتوفير وظائف ودخل ثابت للنساء التي يعانين من الفقر أيضا. هو دعمنا يعني ماديا، إنه أنا ما كنت أشتغل فبلشت أساعد العيلة، وتغيير نفسي، وكثير واحد بيكون مبسوط وجاي على الشغل الصبح وبيغلف للأولاد الوجبات هاي كونها صحية. هذا البرنامج لا يهدف فقط لتوفير الأغذية للأطفال، بل لتشجيعهم على البقاء في المدارس وإكمال تعليمهم. خطة التغذية التي تستمر 3 أعوام تهدف لمضاعفة عدد المستفيدين من الوجبات إلى 320 ألف طفل بحلول شهر مايو من العام المقبل. كما سيعمل برنامج الأغذية العالمي على مساندة وزارة التربية والتعليم لتطوير نظام وطني مستدام للتغذية المدرسية، يعمل وفقا للمعايير الدولية ويكون جزءا من شبكة الحماية الاجتماعية للبلاد. مها إبراهيم، العربية.